حصريا على توندونس. لا تصدق، كفنوه وهو حي. أخت ملكفن ترد بقوة وزوجته تنهار بالبكاء. وصافي صافي. سي الفتيحي. إيه. ملي الحاجة عندك عزيزة، علاش ما فكرتيش تخبرها؟ وشكون خلاك؟ أنا ماشي جا وخوتي لابسين دك الجلاب السوسديين والطرابس حمر وتسطروا لي تما في البيت تقول لهم زوق البريه برئاسة عبد الكريم الرايس. شكون خلاك؟ شكون؟ لا يا ابنة، ما ضركش خاطرك منين ما قالها ليكش؟ لا أنا راك تخدين على نقها ونبكي معها ونعزجها فيا كاع، ولكن ما جاتش. كل شيء بالتليفونات، هاكا بالتليفونات. هي الوسط مسكينة بداك المساور تبكي وتعدد. نمشي أنا ويبقى حبيبي والكرة العيالة تردوا عليها بركة عليك الزخبية. إوا خلاص قالوا لك بركة عليك. هانت شو خاصة غير نديد راتك وحلو تجي أم كلثوم نيجان. واحد الماتش ناقلينه اليوم ولا شنو دارت بركان؟ للأسف ما هي في العصبة. لا أيمن واش ناقلي الماتش هذاك الزخبي. لا يمنا، شنو هي الحاجة اللي أثرت فيك بزاف؟ واش نقول لك أنت عافية يا ولدي مني جاو صحابو يعزيو. خلاص هذاك عزو، هذاك عزو واحد جايب توني ديال ميسي. أنا عندي الكلاسيكو الاخر قالب الكاسكيطه جاي ما عرفتي غادي ولا جاي. كاين شي واحد كيعجب ديسباسيتو في الليجيات وشي حاجه شي لباس وشي شي تقول الفناير زيني نشطو لك العزو. وبركه الحاج بركه. ولد هذيك سروال اللي نازل حتى لهنا طايح داخل علينا. الموت باب وكل داخله. ادخل غتيكو في السروال. شين هادوك نهار الموت يدحيهم.